إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التهاب الحالق عند الأطفال. معظم الأطفال يصابون بالتهاب الحالق بين الحين والآخر، عادة بسبب الفيروس المسبب لنزلات البرد. أيضا في كيف يمكن معرفة ما إذا كان سبب التهاب الحالق هو البكتيريا أو الفيروس؟ أن العطس أو السيلان الأنف تشير إلى أن سبب التهاب الحالق هو فيروس نزلة البرد. أيضا أعراض التهاب الحالق الذي تكون تشير إلى أن التهاب بكتيري تشمل التهابات الحالق الذي يستمر أكثر من أسبوع مثلا، وصعوبة أو ألم أثناء البلع، وأيضا الإفراط في الترويل، سيلان اللعاب، وأيضا الطفح الجلدي بشكل عام في حبوب في الجسم، ووجود أيضا قيح في الجزء الخلفي من الحلق، في التهاب بسيط في الجزء الحلقي. ممكن تصاحب حمى أكثر من تقريبا 38 درجة مئوية. أيضا حدوث احتكاك مع شخص آخر مصاب بالتهاب البكتيري باستخدام المضادات الحيوية ممكن تقضي على هذا المرض، ويتم علاج التهاب الحالق من قبل المضادات الحيوية. أما بسبب أو شو اسمه، إذا كان المريض مصاب بالتهاب فيروسي بشكل عام، المضادات الحيوية ما راح تنفع مع هذه الفيروسات للأسف. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.